مرحبا مشاهدينا الكرام مرة جديدة لبرنامجنا صحتين وهنا، البرنامج بيحكي عن الأكل الصحي والطبيعي. طبختنا اليوم هي يخنة الباذنجان. يخنة الباذنجان هي المؤلفة من باذنجان كبير بنقله نحن مدعبل، راس فليفلة، كيلو بندورة، الحمص، الثوم، الرب البندورة، الملح، الرب الحار، النعناع اليابس، وبهار الحلو، والبصل. ولطبخة الرز منعوز الرز المغسل، شعيرية وزيت النباتي. وزيت الزيتون رح استعمله لطبختنا بشكل ني، يعني ما رح نحرق الزيوت. فأول شي رح أعمل أنا هو أقشر الباذنجان. وست البيت اللي ما بتحب تكفوف فيها تقشر الباذنجان بدون ما ينجو ايديها، وهي بفرك ايديها قبل ما تبلش بتقشير الباذنجان بالحامض، فرح تشوف انه ايديها ما رح يدبغوا اسود، ما رح ينجو. مصدر الباذنجان هو من الهند، فضل فترة طويلة اللي عرفوا بالشرق الأوسط كانوا ما يستعملوه، كانوا يفكروا بس لشغلة ليزينوا فيها صفارهم. مثل ما بنعرف الباذنجان الوحدات الحرارية فيها كتير قليلة، يعني كتير منيحة للعامل حمية، وكتير منيحة اللي عنده كوليسترول عالي فبخفض الكوليسترول العالي. والدراسات الجديدة عم بتقول انه بتجدد خلايا العقل، فكل الاشياء بتدل انه الباذنجان من الخضار المفيدة جدا. فانا هون قشرت الباذنجان، رح اقطعهم لمكعبات حسب الطلب، يعني اذا بتحب مكعبات صغيرة او مكعبات كبيرة ما بتفرق. على فكرة الباذنجان بيتاكل ني، في ناس ما بيعرفوا هالشي بس فينا ناكله ني، غني بالألياف. مثل ما بنعرف الخضار الغنية بالألياف بتوطي الكوليسترول. رح حطهم بكعر الطنجرة بدون ما حمي الزيت هلا، لأنه بدي الزيت استفيد منه ني لأخذ الأوميجا 3 الموجود بزيت الزيتون بدون ما يكون عندي حروق دهون محروقة، يعني زيت محروق. هاي الكمية بتكفي لأربع أشخاص أو خمس أشخاص حد رز، فأنا استعملت كمية تكفي عيلة. هاي انتهينا من تقطيع الباذنجان. رح أقطع هلأ البصل كمان، رح أقطعهم بشكل طويل بنقله جوانح. كمان البصل مفيد ني ومطبوخ، فيني صغرها شوي، بتنظف الجسم من السموم. فيني استعمل بصل الكمية اللي انا بحبها، فيني بعد اقطع بصلة او ثلاثة ما بهم. اوكي انا رح بلش ولع النار لتحمى الطنجرة وكفي تقطيع مكونات الباقية. رح احط الفليفلة
الفليفله اللي كتير غنيه بالفيتامين سي، ما بتصدقوا قد ايه عاليه بالفيتامين سي. فبتحمينا من النزلات الصدريه والرشح. هلا بما يختص البندورة حسب ذوقنا، إذا أولادكم ما بيحبوا نكهة البندورة شقف كبيرة أو ما بيحبوا يمضغوا البندورة، فينا نعملها مطحونة. أنا هون بفضلها تكون مكعبات، نخلي القشر كمان استفيد من قشر البندورة مثل ما ذكرنا بحلقات سابقة أنه تفيد لسرطان البروستات. أكيد فوائد عديدة، فيها أملاح. مثل ما شفتوا كله، كل ما نلون الخضار بطبختنا كل ما بكون عم ناخد الفيتامينات المتنوعة، فالألوان كمان بتدل على أنواع الفيتامينات الموجودة بطبختنا. صار عنا الباذنجان، البصل، البندورة، وأنا رح كفي تقطيع البندورة وارجع لكم بعد الفاصل لنشوف كيف شو بنكفي بطبختنا، فخليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام لنكفي طبختنا يخنة الباذنجان اللي أنا بلشت فيها قبل الفاصل، واللي مؤلفة من باذنجان مكعبات قصقصتهم، رجعت حطيت البصل، الفليفلة يعني الحجم اللي بتحبوه أنتوا تقطعوه ما في مشكلة، جانا حطينا البندورة، وبعد رح كفي أنا تقطيع البندورة الباقية عندي. بقروه على أسفل الشاشة برنامجنا، إذا عندكم أي سؤال على البريد الإلكتروني فيكم تراسلونا، تستفسروا عن أي وصفة، مكوناتها، مقاديرها. هاي قطعنا بندورة، رح انا الثوم اقسمه لقسمين، قسم بدي اياه ناعم حطه على وجه الطبخه على قبل ما تخلص بشوي، وقسم رح افرمه بشكل دوائر، لانه مثل ما قلت هذيك المره الثوم المدقوق له نكهه، والثوم المفروم له نكهه، والثوم الصحيح له نكهه، فأنا هون بدي أشكل نكهتين، هي المفروم مع المدقوق.
والثوم كما نعرف انه بتنزل الضغط، من زمان وجاي بيستعملوه لتنزيل الضغط ولطرد السموم من الجسم، مع انه رائحتها مزعجة بس فينا نتخلص من الرائحة بمضغ بقدونس او كزبرة، اي شيء اخضر غامق كلوروفيل بيروح طعمة الثوم. انا عملت كمان هون ثوم دوائر حطيتهم. بعد عندي رح حط الحمص المسلوق اللي قبل يعني قبل بوقت سلقناه نقعناه، وانا بنصح الست عطول تغلي او تسلق حمص بكميات كبيرة فد مرة وتحطهم بكياس صغيرة بقلب الفريزر فيها تستعملها وقت البدها. وانا عم نستعمل حمص باستمرار لانه نحنا عم نستغني عن البروتين اللحم الموجود باللحم عم ناخده من الحمص، فكل طبخة فيني ازيد لانا الحمص عم حاول زيد الحمص لانه غنية كثير بالبروتينات، واللي ما بياكل لحم فما عنده طريقة طرق كتير ياخد بروتين، فالحمص مصدر مهم. نفس الوقت بيخلي المعدة تحس بالشبع ما بيجوع، يعني اللي عامل حمية او ما بده ينصح ما بيحس بجوع، يعني بجوع قوام. هلأ رح احط معجون الطماطم او رب البندورة مثل ما بنقول له باللغة العربية، أنا كل بلد بيسميها شكل. رح حط أنا كوب من الماء، ما رح كتر ماء لأنه الخضرة كلها بتطلع ماء. رح حط معجون الحر، هيدي كمان حسب الرغبة، اللي ما بيحب الحر في ما يحط هالوصفة الحر، فأنتو عندكم الحرية باستعمال الحار او لا. البهار الحلو الملح، واللي عنده ضغط في يحط ملح بكميات قليلة. رح حط النعنع اليابس، كما بنعرف النعنع هو من الخضار اللي بتريح الأعصاب، واللي عنده مشكلة النوم والأرق في يستعمل نعنع، ونفس الوقت بتعطي بتساعد على الهضم، بما انه عندنا الحمص شوي الهضم تبعه صعب فبستعمل انا النعنع اليابس، بتعطي نكهة طيبة بتساعد على هضم الطبخة. هلا رح اعمل انه رح حط انا زيت الزيتون الني، رح حطه على الوجه، فأنا استفدت هون من زيت الزيتون بدون ما أحرقه، واخدت الأوميجا 3 اللي بتنفعني وبتنفع الكوليسترول السيء، تنزيل الكوليسترول السيء. هلأ أنا صار فيني أخلط الطبخة بشكل عمهلي، يعني أقلبهم قلب حتى ياخدوا بعض. ألوان جذابة وروائح شهية، فعنا الباذنجان غني بالألياف والواطي بالوحدات الحرارية، عنا الفلافل الغنية بالفيتامين سي كمان منيحة للرشح، عنا البصل اللي بتنقي الدم، عنا الحمص اللي عالي بالبروتينز، عنا النعنع اليابس اللي كمان بيسهل الهضم، والثوم اللي كمان بينزل الضغط وبيطرد السموم من الجسم. مثل ما ذكرت انه الباذنجان مفيد لتكوين خلايا العقل وعم يعملوا دراسات، فكتير مفيدة للمسنين، يعني ليبعد
مرض الزهايمر، فعم بيقولوا انه عملوا دراسات انه الباذنجان كثير مفيد للمسنين وطبعا لكل العائله. فانا هون عندي الخليط صار حاضر، رح غطي الطنجره انطرهم على نار هادي ليستووا. بهالوقت انا رح روح ناطره طبختي لتحضر، رح بلش حضر الرز. فكونوا معنا لبعد الفاصل، واذا بتحبوا اي معلومات خذوها من اسفل الشاشه على البريد الالكتروني، فنحن مستعدين نعطيكم الوصفات اللي انتم بتحبوها والمفيده لعائلتكم. فكونوا معنا وانطرونا لتخلص طبختنا الطيبه يخنه الباذنجان. رجعنا معكم مشاهدينا لنكفي طبختنا اللي كان في لخنة الباذنجان، وهلا رح حضر الرز. فتابعوا كيف انا رح حضر الرز. رح حط الشعيرية وقليلة من الزيت النباتي، حركهم لحتى يشقروا. فاللي ما بحب الرز مع الشعيريه فما عندنا مشكله تعملوا رز ابيض او بسمتي، فبيرجع لاختيار الست والعائله شو بتحب عائلتها. وراح احرك هون طبختي، بلشت تغلي، بلشت روائح الطيبه تفح من طنجره. خليني اعلي النار حتى الشعيرية تسرع. بهالوقت انا رح افرم الثوم اللي بدي احطه على وجه الطنجرة بس تستوي طبختي، الثومات اللي بقيوا من الوصفة. نعم قدر الامكان. نطلع الشعيرية لانه قوام تحمر الشعيرية. واللي بيحب ما يستعمل زيت بالمرة بالرز، في يعملها رز بطنجرة البخار بيقولوا لها ستيم درايز، فبهالشكل يعني ابدا ما عم ناخذ زيوت ابدا، فصحي جدا جدا. طبخه رح تكون قليله الدسم، وحدات الحراريه عندها واطيه. هذا الرز عندي حمار، انا رح احط هلا الرز اللي غسلته من قبل، الأطيب الرز إنه يتقلب مع الشعيرية المقلية.
فينا الرز كمان نستعمل له قشر، الرز له قشر كمان، نحصل على كمان رز صحي. حطينا الملح، منقلبهم شوي شي 3 دقايق، منقلب الرز مع الشعيرية والزيت نيعطوا هالنكهة طيبة للرز. أنا هون فترت شوي مي لأكسب وقت، وأنتو كمان فيكم تفتروا المي كمان إذا مستعجل الست، فما في مشكلة، يا مي فاترة أو مي مسقعة ما في مشكلة، بس بنعير لكل كباية رز كبايتين مي، وإذا في شعيرية رح نحسب حساب الزيادة كباية، لأن الشعيرية كمان رح تاخد مي. بيرجع كمان لنوع الرز، في المصري أو الإيطالي أو البسمتي، فكل نوع رز له عيار شكل. أنا هون الرز الأمريكاني عياره لكل كباية كبايتين مي. ودائما الرز انا وعم بحطهم على النار بنطر لتغلي المي، بس تغلي المي وبلش حس البخار طالع بوطي الغاز. هلا رح انطر الرز ليغلي، وطنجرتنا هون كمان عم تغلي، فبهالوقت بدنا نحط المكونات والمقادير تبع طبختنا، اليخنه الباذنجان والرز. بينما نحط المقادير وتستوي طبختنا رح نرجع لكم، فانطرونا. هلا مشاهدينا استوت طبختنا، فمثل ما قلنا بعد ما تستوي طبختنا رح تضيف الثوم الني لتعطيها النكهه المميزه اللي بدنا اياها من الثوم الني. نحركهم شوي، ياخذوا بعض. والرز عنا كمان استوى، رح اسكبها بهاي الكاسة لأعطي شكل حلو. وما تخافوا تلزق شوي، فيكن بلو الجات اللي بتحطوا فيه الرز مي ما بيقعد يلزق الرز. رح حط الرز بهالشكل، عبي الكاسة ورص الرز، رصهم منيح على الاخر. نحط الصحن هيك بالنص، اوكي نقلبها. حط اليخنة الباذنجان اللي قلنا مؤلفة من الباذنجان، الفليفلة، حمص، البندورة، البصل والثوم، والنعناع يابس. هاي طبختنا حاضرة لنقدمها لعائلتنا أو ضيوفنا، يخنة الباذنجان. راح نضيف طرف الصحن ونزينه على ذوقنا مثل ما بنحب. بما إنه هو في ألوان كتيرة ما راح كتر ألوان. هيك صار عنا صحن حلو مشكل من كل الخضار والرز، فبتمنى تكون حبيتوا أكلتنا.
فجربوها، وإلى اللقاء بحلقات قادمة من الأكل الصحي. وأي سؤال بتكون فيكم على البريد الإلكتروني تتصلوا فينا وتسألوا أي سؤال. فإلى اللقاء.